كون ما تواجد معنا مجددا هيثم الراشدي. نرجع لك مجددا هيثم، وكريم العواذي اكيد سؤالك واستفسارك مع هيثم الراشدي. مرحبا هيثم، شنو احوالك خويا؟ يعطيكم الصحة اللاعبين الكل اللي مشاو المالي. أنا يعني سؤالي يمكن حبيت نسأل على الحالة الصحية نتاع الجوارات الموجودة. كما تعرف 3 أيام على روتور وخدمة برشا لستاف ميديكال، جوست حبيت كان ثم حاجة يقولها لنا من توك. بون، أهلا وسهلا كريم. أكيد الأولاد الكل لاباس اللي يلعبوا، خاصة معناتها لاباس الكل. شفنا حتى لي شونجمون كانوا باش يرتح جلال، كان يخمم في المباراة النهار الثلاث. الوحيد اللي يقعد السخيري نجم يكون جاهز، وحتى هذا ما اكده جلال القادري، قال السخيري من هوني لنهار الثلاث ينجم يكون جاهز على ذمه جلال القادري، معناها وينجم معناتها يكون مع المجموعه. بلال اللعيفه مازال هو بين الشك واليقين، اسكو ينجم بلال يكون حاضر من نهار الثلاث؟ تعرف جيدا توا رحله نتاع 4 ساعات، ومن بعد عندك سبت وحد واثنين، هذوما 3 أيام اللي باش يكون فيهم عمل وشغل كبير برشا، خاصة على مستوى استرجاع اللياقة. ولهنا المعدين أخصائيي العلاج الطبيعي، المعد البدني، الكل اللي باش يكون عندهم خدمة كبيرة برشا في النهارين هذوما. لكن الوفد اللي خرج من هنا من مدينة مالي الحمد لله الكل لاباس، ما عدا كما قلت لك بلال العيفة اللي هو مازال بين الشك واليقين، وهذا نتأكدوه بعد ما تكون الفحوصات في تونس. لكن بعد المباراة لاباس، ما فما حتى شيء بعد.